بسم الله الرحمن الرحيم. أخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن دواعي سروري أن أخذ بينكم اليوم في هذا الاحتفال على شرف النادي الأهلي العريق. من وأنا صغير أي حد كان بيسألني أنت إيه؟ أقول له أنا أهلاوي. يسعدني أن أنقل لكم تحيات أخويا الكبير رئيس مجلس الإدارة شركة المراسم المهندس عمر بن لادن، وأشكركم على حضوركم الكريم. وسنت شركة جهود في السوق المصري قبل 25 عام، مضت تحديات في عام 97 في مجال الإنشاءات والمقاولات، وحققت الكثير من الإنجازات على أرض الواقع برؤية نافذة وتخطيط علمي متكامل قادنا في التحويل إلى ميدان التطوير العقاري والعديد من المجالات الداعمة ذات العلاقة والمشروعات المستدامة وصولا إلى أقصى مستويات النجاح. بمشروعات ضخمة تعكس رؤيتنا الإبداعية بمزيد من الأصالة والحداثة. وفي إطار دور شركة المراسم المجتمع ورغبته العميقة في إرساء حقبة جديدة من النجاح والشراكة مع كيان النادي الأهلي العريق الذي أثبت منذ تأسيسي في عام 1907 أنه حصن الرياضة واقتصادي منيع أمام أعتى التحديات، وما زال يقترح المعجزات والنجاحات محليا وإفريقيا بأسس ومبادئ احترافية ترقى للعالمية وتوازي رغبة شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني في كتابة فصل جديد من تاريخ نادي القرن. فإنه يشرفنا أن نكون الراعي العقاري الرسمي للنادي الأهلي لسنوات قادمة، سائلين الله عز وجل التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.